Utilizing the normal route of digestion and absorption of the GIT tract support maintenance of the functional integrity of the gut. يعني هو ده المسار الطبيعي ان انا من خلاله ان انا بحافظ على وظائف الهضم والامتصاص والوظائف بتاع الجت نفسها. الانترو نوتريشن is the preferred route, هو الطريق المفضل of feeding due to the benefit supporting the component of the gut barrier function. يعني انا بحافظ دلوقتي حتى على الجدار ذات نفسه بتاع الجهاز الهضمي او حاجز الامعاء ذات نفسها. النقطه الثانيه في الاهميه او الاهميه او الوظائف ان ترينتس انتيك بتاعتي من خلال الانترو نوتريشن روت undergoing first pass metabolism promoting efficient utilization of the nutrients. يعني من خلالها نقدر المغذيات بتاخد المسار الطبيعي بتاعها وتبدأ يحصل فيه امتصاص بشكل طبيعي وبشكل سليم. رابع حاجة في الأهمية ان هو ان اللي هي the presence of nutrients in the small intestine maintenance normal gallbladder function by stimulation the release of cholecystokinins وده بيقلل في حد ذاته يعني ان هو بيحافظ على وجود اللي هي النوترينتس في الامعاء الدقيقه اللي بتعمل stimulation او بتحفز ان يحصل فيه release للكوليسيستوكاينين الكوليسيستوكاينين ده بيقلل خطر الإصابة بالكوليسايتس أو الالتهاب المرارة واللي ممكن يحصل مع البارنترال نوتريشن. يبقى ده من أهم الوظائف بتاعته إن أنا دلوقتي بحفز إن يحصل إن الجالت بلادر ذات نفسها بتحافظ على الوظيفة بتاعتها إن هي بتعمل استيميوليت إن يحصل فيه ريليز أو إفراز للكوليسيستوكاينين اللي بيقلل حدوث التهابات الإيه؟ التهابات المرارة. الحاجة اللي بعد كده اللي هي خامس نقطة ليها دور طبعا مع المحافظة على الـ function of immune system من خلال ان luminal nutrients provide structure support and also aids to maintain the gut associated of mucosal associated lymphoid tissue vital to gut associated immune function. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ان هي بتبقى مرتبطه لما بحافظ على الميكوزا اللي هي خاصه بالجات نفسها ده بيساعد عندي ان الليمفوك تيشوز تبدا تدي الوظائف بتاعتها اللي مرتبطه عندي بالاميون فانكشن من خلال اللي احنا كلنا عارفين الاميون جلوبين ايه بيحصل له سكريتد ويز جي اي تي تراكت وده في حد ذاته بيعمل بريفنت ممكن يعمل بريفنت البكتيريال ادهيرنس والترانسلوكيشن لان لو حصل الاي جي او الاميونوجلوبين اي برودكشن ريديوس لو قل ده في حد ذاته بيعمل الانترالليومينال نوترينتس ار نوت بريزنت وده في حد ذاته شيء مش كويس. يبقى ده احد برضو الوظائف بتاعته كويسه جدا ان يساهم عندي ان يبقى في جهاز مناعه ايه كويس. الانترال نوتريشن has been shown reduced infectious complication اللي ممكن تكون مرتبطة بتظهر عندي زي في الحالات اللي هي البارنترال نوتريشن. ايه هي بقى الحاجات الانفكشوس كومبليكيشن مرتبطة بالروتس التانية غير الانترال نوتريشن زي النيوميا والسيبسيز والانترافينوس لاين سيبسيز دي كلها complication متوقع حدوثها من استخدام احد الايه الروتس الثانيه فاستخدام الانتر نوتريشن فمش يخلينا يتعرض للانفكشوس complications. From a cost standpoint الكوست طبعا بتاعتها ده بيبقى less expensive than البارنتال نوتريشن لان البارنتال نوتريشن بتبقى اغلى يبقى انا الانتر نوتريشن ده في حد ذاته بيبقى ايه شيب او رخيص. يبقى دلوقتي دي انا عرفت الايه البنفيتس بتاعتها او اهميتها هناخد الكونترا انديكيشن اوف انترال نوتريشن. يعني ايه كونترا انديكيشن؟ الموانع اللي بتبقى ان انا ما بقدرش استخدم فيها الانترال نوتريشن هي نون اوبراتيف ميكانيكال جي اي تي اوبستراكشن اللي هو في انسداد عندي موجود في الجي اي تي الانتراكتابل vomiting, diarrhea, refractory to medical management. يعني في عندي diarrhea وعندي vomiting صعب نسيطر عليهم ده برضو بيخليني ان انا ما اقدرش استخدم طريق الايه الجي اي تي. السيفير شورت باول سيندروم
اللي هو اللي هي الامعاء القصيره ما يكون اقل يعني 100 سم فيما اقل، ما اقدرش ان انا استخدم معاها الروت ده لان المساحه قليله، ما ينفعش ان انا ادخل لها تيوب ولا هيحصل فيها ابزوربت كويس. البارالايتيك الياس والديستال هاي اوتبوت فيستلا تو ديستال تو باي باس ويز فيدينج تشو. السيفير جي اي تي بليدنج، سيفير جي اي تي مال ابزوربشن، inability to gain access of GIT tract، مش قادر ادخل ليها وفي موانع موجوده عندي. I need to expect it for 7 to 5 to 7 days for malnourished adult patient او من 7 ل 9 days inadequate nourished. الاجريسيف انترفينشن نوت warned or not desert. التايمنج بقى امتى ادخل الانتر نيوتريشن، ايه هو الوقت المناسب؟ طبعا الانتر نيوتريشن في حالات الان بيشنت ويز ان اديكويت اورال انتيك فور 7 تو 14 دايز اور ان ذوز بيشنت ان هوم ان اديكويت اورال انتيك از اكسبكتد اوفر 7 تو 14 days period. يعني انا بستخدمها في الان بيشنت اللي هو بقاله 7 ل 14 يوم، يعني اسبوع ل 14 يوم ما هوش كافي بالنسبه للاورال انتيك بتاعه، فهضطر لازم استخدم له انتر نيوتريشن. او الاحتماليه ان يكون العيان او الاورال انتيك ان اديكويت لو برضه في خلال يعني 7 ل 14 يوم مش قادر ان هو يستفيد منه. او الكريتيكال ال بيشنت لازم استخدم له الانتر نيوتريشن as early، يعني قريب في وقته قريب من يوم ليومين من اول الادميشن بتاعته في حاله الاي سي يو. يبقى انا حالات الاي سي يو او كريتيكال البيشنت لازم استخدمها في خلال 24 ساعه او في خلال 48 ساعه من دخوله الاي سي يو. الدوزنج اوف انترال نوتريشن، الهدف بتاعي ان انا الاتشيفمنت اوف بيتر زان 50 ل 65% اوف جولز من الكالوريز ديورينج ذا فيرست ويك هوسبيتاليزيشن ان ديزرت. الانترال نوتريشن ديليفري ماست ريتش از كونسيستنت انفيوجن اوف 90% من الكالكوليتد كالوريك انتيك. يبقى انا في اول اسبوع على الاقل لازم اكون وصلت من 50 ل 65%، ولازم يكون التارجت بتاعي ان انا اوصل خاصه الانفيوجن اوف 90% من الكالكوليتد كالوريك جولز او الطاقه اللي انا حاسبها له. الاكسس بقى او السلكشن بتاعها بيعتمد على ايه؟ اول حاجه منهم الـ anticipated length of time enteral feeding will be required، المده الزمنيه بتاعتها اللي هو معرض ليها يستخدمها قد ايه ومدتها قد ايه وهتاثر معايا ولا لا. النقطه الثانيه اللي بعد كده اللي هي الـ degree of risk for aspiration or tube displacement. البيشنت كلينيكال ستيتس، الحاله الكلينيكيه بالنسبه للعيان، ايكوسي اوف دايشن اند ابسوربشن، البيشنت اناتومي الافتر طبعا بريفيوس سيرجيكال ريسكشن اور ان اكستريم اوبيزيتي، فبرضه دي الاناتومي عندي والمسار بتاعها ده بيحدد لي الدنيا انا ماشيه هختار انهي مسار. فيذر فيوتشر سيرجيكال انترفينشن، الروت بتاعتها او الاكسس بتاعتها سيلكشن، في عندي حاجتين، لو انا هستخدمها كشورت تيرم انترا نوتريشن سبورت ولا لونج تيرم انترا سبورت انترا نوتريشن سبورت. لو الشورت تيرم انا في عندي ثلاث حاجات، يا اما نازو جاستريك تيوب ان هو الراي اللي عادي بيخش بس منطقه الانف في النازو او ومنه على الاستومك. الثاني روت اللي هو النازو دودينال تيوب يخش على الديدونم. التالت روت الناز اللي هو النازو برضو جوجنم تيوب، يعني هو كله عن طريق الانف بيخش، يا اما بياخد الجاستريك يا اما الدودنم يا اما الجوجنم، هم دول التلات روتس ودول بيستخدم لمده شورت تيرم. شورت تيرم يعني ايه؟ انا مش هستخدمه اكتر من 3 ل 4 اسابيع، يعني الماكسيمم بتاعي شهر. اما بالنسبه لو انا هستخدمها اكتر من شهر بقى، يعني شهور ممكن 3 6 ايا كان المده الزمنيه او السبب اللي انا هستخدم له ده، هما في عندي طريقتين، الجاستروستومي ودي طبعا ما بتاخدش طريق الانف، لا ده هي بتبقى تيوب تخش على طول على بيتعمل لها يا اما عن طريق المنظار او الجراحه بيخش عندي على الاستومك تيوب.
النقطة التانية أو التيوب ده بنركبه إن هو يخش على الجيجنم على طول، يبقى أنا ده هو ده اللي بنستخدمه في اللونج تيرم. أما في الشورت تيرم إن إحنا بنستخدم النازو سواء كان جاستريك أو دودونم أو جيجنم. البوتنشال كومبليكيشن بقى أو الكومبليكيشن المحتملة من استخدام النازو أنتريك تيوبس اللي هي الإيه؟ الإنتر نيوتريشن. أول حاجة عندنا إنه ممكن يعمل إيزوفيجال ستراكشرز هو الضيق في المريء، الجاسترو ايزوفيجال ريفلكس ريزلتنج ان اسبيريشن بنوميا. النقطه الثانيه ممكن يعمل في عندي تراكو ايزوفيجال فيستولا كوريكت بوزيشن اوف ذا تيوب ليدنج تو بلومنري انجري ميكوزال دامج ات ذا انسرشن سايت ده بيعمل دمج فيها النازل اريتيشن اند اريوشن يعني ان هو برضو ممكن يعمل استشار او تاكل عندي او هيجان كده في النازل نفسه او في الانف فارانيجل اور فوكال كورد باراليسز رينيوريا سينيوسايتس الاوتيتايتس ميديا اللي هي مشاكل عندي في الجيوب الانفيه سواء كان اذن بقى او جيوب انفيه او التهابات في الاذن الوسطى او سيلان عندي في الايه في التهابات في الجيوب الانفيه وسيلان في الانف ممكن يعمل رابتشر في الجاسترو ايزوفيكال فارياك انهيباتيك وخصوصا في الهيباتيك ديزيز الالتريشن اور بيرفوريشن فريشنز اوف ذا ابر جاسترو انتستينال تراكت اند اير واي يعني بيحصل فيه تقرحات او مشاكل عندي في الجهاز الهضمي وكذلك الاير واي او اللي هو مسار الايه الرئه يعني والهواء الفورمولا كونتنت اند سيلكشن ايه هي الكونتنت بتاعتها وانا بختار هما في عندي ثلاث الانترا فورمولا دي بيبقى لها كلاسيفيكيشن او كلاسيفايد از في الستاندرد وفي كيميكالي ديفايند اليمنتال اللي هي مدعمه بعض العناصر الغذائيه معينه وفي السبيشاليزد ودي السبيشاليزد بتبقى مخصصه للسبيسيفيك كلينيكال كونديشنز اور ديزيز ودي بتبقى موجوده في السوق يعني مخصصه مثلا مرضى الكلى مخصصه مرضى الليفر مخصصه مثلا لحالات السيلياك ديزيز او غيرها او خلافها يبقى دي سبيشاليزد يبقى انا ثلاث في عندي الفورمولا دي بيبقى لها ثلاث في التصنيفات بتاعتها يا اما ستاندر يا اما كيميكالي ديفايند او الاليمنتال او سبيشاليزد طيب سيلكشن اوف ان انترال فورمولا فور سبيسيفيك بيشنت شود انفولف consideration of the patient ده بيتوقف الاختيار بتاعها على النيوترينت نيدز على الاحتياجات الغذائيه العناصر الغذائيه اللي انا محتاجها ايه بالظبط او الجي اي تي فانكشن او الوظيفه بتاعتها او كلينيكال ستيتس او الحاله بتاع الشخص ذات نفسه الفاكتورز تو كونسيدر وهين شوزنج ان انترال فورمولا ايه هي بقى العوامل اللي بتحدد لي ان انا ما اجي اختار الفورمولا ذات نفسها بالنسبه للشخص اول حاجه الابيليتي اوف فورمولا تو ميت ذا بيشنت نيوترينت ريكويرمنت انتيك دي اول نقطه النقطه الثانيه الكالوريك اند بروتين دينستي اوف فورمولا اكزامبل هل هي قد ايه كم كيلو كال بير ملي او كم جرام بروتين لكل كم ملي الملي فلويد بالليتر او بالكميه ذات نفسها جاسترو انتستينال فانكشن يبقى انا دلوقتي انا بختارها على اساس الكالوريز انتيك بتاعتها الكالوريز او البروتين او حتى كمان بالنسبه لكميه الفلويد انتيك بتاعتها المناسبه لكفاءه الجهاز الايه الهضم الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم اند فوسفورس كونتنت اوف ذا فورمولا especially for patient with cardiopulmonary او renal او hepatic failure او اللي هو الهيباتيك بيشنت يبقى انا دلوقتي ان انا دلوقتي انا بختار الكترولايتس اكوردنج للحاله نفسها او الكونتنت بتاع الفورمز نفسها تبع الكونديشن او الحاله اللي انا هديها الاكل دي وخصوصا مع بعض الحالات المشاكل عندها مشاكل في القلب او الرئه او الايه الكلى او الكبد الحاجه الثانيه الفورم and amount of protein والفات والكربوهيدرات and the fiber in the formula relative to patient's digestive and absorptive capacity يبقى انا دلوقتي برضو اختيار بالنسبه للبروتين والكرب والفات والفايبر ده بيتوقف على كفاءه الهضم والامتصاص عند الشخص المعيان
الكوست افكتفنس اوف فورمولا، البيشنت كومبليانس، والكوست تو بينيفيت ريشيو. يبقى انا دلوقتي معدل الاستفاده بالنسبه للتكلفه، لو التكلفه بتاعته الاستفاده بتاعته عاليه بناء والتكلفه عاليه، دي تبقى الريشيو ما بينهم يعني يكاد يكون طالما في استفاده كويس. اما لو انا دلوقتي هو الكوست بتاعته عاليه والبينيفيتس بتاعته قليله بقى ملهاش لازمه. الفورمولا كونتنت بقى بالنسبه للبروتين، ده طبعا بتبقى في الكوميرشال انترال فورمولا بتبقى فيها تنوع كبير جدا، بتتراوح نسبه البروتين من 6 ل 25% من التوتال كالوريز. بالنسبه للكربوهيدرات برضو فيها تنوع كبير جدا، بيبقى من 30 ل 85% كيلو كال اوف كالوريز بالنسبه بتاعتها في الفورمولا ذات نفسها. الكورن سيرب سوليدز ده بيستخدم في الستاندر فورمولا، اما السكروز ده بيبقى يضاف على الفلافورد فورمولا اللي هي الفورمولا اللي بتبقى منكهات، يعني في بعض الفورمولا بتبقى منكهه مثلا بطعم الشوكولاته بطعم الفراوله، فده بيستخدموا فيها اكتر سكر الايه السكروز عشان يقدر ان هو يديني الايه او يظهر النكهه نفسها. بالنسبه للليبت، الليبت برضو فيها فرايتي بتبقى موجوده في الانترا فورمولا اللي موجوده في قلب السوق، بتبقى من 1.5% لحد ممكن توصل ل 55% من التوتال انرجي نسبتها دهون. في عندي في الستاندر فورمولا بيستخدموا فيها الليبت زي في صوره الكورن او سان فلاور اويلز، الساف فلاورز اور كانولا اويلز، ودي بتبقى النسبه بتاعتها من 15 ل 30% من التوتال كالوريك انتيك الكيلو كالوري. بالنسبه للاليمنتال فورمولا الكونتين مينيمال اماونت اوف فات تيبيكالي ان ذا فورم اوف ميديوم تشين، بيستخدمها في صوره ميديوم تشين ترايجلسترايدز او راذر ذان لونج تشين ترايجلسترايدز. الفلويدز يبقى ده الاشكال بالنسبه للايه للليبيدز في صوره الستاندرد فيرمولا او الاليمنتال فيرمولا، ان انا بحدد دلوقتي نوع الدهون ذات نفسها مش النسبه بس، لا ده انا بحدد النوع ميديوم تشين ترايجلسترايدز، وممكن ان هو في بعض الحاجات التانيه بيستخدم لونج تشين ترايجلسترايدز. الفلويد الادلت فلويد نيدز ممكن يتحسب عندي ان كل 1 مللي بيبقى ووتر بير كيلو كالوري consumed، يبقى انا كل واحد كالوريز محتاج 1 ملي ووتر او فلويد، او ان انا بديله من 30 ل 35 ملي لكل كيلو جرام من اليوجوال بودي ويت. يبقى دي طريقه حسبه الفلويدز، يا اما كل كالوريز ل 1 ملي، او ان انا بديله من 30 ل 35 ملي لكل كيلو من وزن اليوجوال بودي ويت. وزن الادمنستريشن انترال نيوتريشن بياخد عندي ثلاث اشكال، او بتبقى في ممكن اخد الانترا نيوتريشن في صوره بولس، يا اما انترميتنت او كونتينوس فيدنج. يعني مين بيستخدم البولس؟ اللي هو بيتاخد زي دفعه واحده كده، انا بحدد مثلا 150 او 100 مللي باخدهم كده وعن طريق تيوب بقوم دافعهم مره واحده. ده بتبقى اوبتيمال فور بيشنت هو وذ ادكويت جاستريك ايميتنج هو ار كلينيكال ستيبل، ده العيال اللي هم الستيبل ما عندوش اي مشكله، ودي تعتبر ده الطريقه المثلى ان هو ياخد بها ايه الاكل بتاعه. الطريقه الثانيه الانترميتنت، الانترميتنت دي بتستخدم ان هي بتبقى متقطعه في توقيت معين، انا بحدد بعمل لها معيار ان هو هيبدا ان هو ياخد مثلا في خلال نص ساعه هبدا ادخل له ايه كميه الاكل بتاعته، وديا allow mobile patient to enjoy an improved quality of life by offering time of the pumping. الحاجه الثانيه بالنسبه للكونتينوس فيدنج، الكونتينوس فيدنج دي ريكوايرد بتبقى محتاجه ان هي تتعمل ببامبو معيار، ان هي تتعاير في خلال الوقت ده كله، بيحاول بالتنقيط كده واحده واحده واحده، بتبقى مستمره لساعات، ما تبقاش وقت قصير ان هو اديها له، وديا بتستخدم لما طريقه البولس والانترميتنت ما جابتش النتيجه مع العيان، او في عندي عوائق او كونتر انديكيشن او موانع لاستخدامها، فبضطر ان انا استخدم continuous feeding للشخص ذات نفسه. طيب selection of the optimal methods should be based on على patient clinical status و living situation و quality of life consideration. One method way serve
as transition to another method as the patient status changes. يعني انا دلوقتي انا ممكن استخدم بولس بس حصل فيه مشكله بعد كده فبضطر ان انا ممكن احول الانترميت او العكس او الكونتينوس يبقى اي طريقه according للبيشنت status changes انا ممكن اغير للميثودز المناسبه للكونديشن في الوقت الحالي. الكومبليكيشن اوف انترال نيوتريشن ايه هي المضاعفات او المشاكل اللي ممكن تحصل للمريض من استخدام طريقه الانترال نيوتريشن؟ بالنسبه للاكسس بيحصل ممكن ليكج فروم الاوستومي او الاستوماسايتس، ممكن يحصل فيه تسريب من الايه من الانبوبه او بيحصل حاجه. النقطه الثانيه بيحصل براشر نيكروسيس والتريشن وستينوسيس التيشو ريشنز، في تيوب ديسبليسمنت ميجريشن، تيوب ابستراكشن يحصل فيها انسداد او اوكليشنز، دي كلها انسداد او انسداد في الايه في الانبوبه ذات نفسها، يعني كلها مشاكل خاصه بالاكسس او بالانبوبه، يا اما بتسد يا اما يحصل فيها تسريب يا اما يحصل فيها بتاع ده هو بتضيق نتيجه الاستخدام او في ترسبات جواها، كل الكلام ده امور ايه او حصل في تاكل في النسيج بتاع التيوب ذات نفسها، كل الكلام ده امور متوقعه او ممكن يحصل فيها كومبليكيشنز من استخدامها. دي يبقى دي مشاكل في الاكسس نفسه. الادمنستريشن، الادمنستريشن المقصود بيها ان انا ممكن يكون يحصل فيها او المشاكل بتاعتها او الكومبليكيشن عن طريق الادمنستريشن ميكروبال كونتامينيشن اللي هو يحصل فيه تلوث عندي ميكروبي، الانترال ميس كونكشنز او ميس بليسمنت اوف تيوب وده بيعمل كوزنج او سوء في التوصيل او في وضع الانبوب ذات نفسه او يتحط بشكل مش مظبوط وده ممكن يعمل انفكشن واسبريشن بينوميا والبرتونيتس البرتونيتس وبلوماري او الفينوس انفيوجن. الحاجه الثانيه اللي بعد كده ممكن يعمل ريجوليشن ريجيوتيشن، يعني ان انا دلوقتي يحصل فيه قلق والشخص نفسه مش قادر ان هو يوصل عن طريقه دي وتحس ان هو مش مرتاح او عدم الحاجه الثانيه ان adequate delivery for one or more reasons لواحد عدم كفايه الدليفري ذات نفسها نتيجه الاصابه باي سبب من الاسباب بالنسبه لنا سواء كان في الاكسس او الادمنستريشن. ثالث حاجه اللي هي الجاسترو انتستينال كومبليكيشن، ممكن يعمل عندي ايه؟ ممكن يعمل كونستيبيشن، يعمل عندي الديلي جاستريك ايميتي الليفيتد جاستريك ريزيديوال فوليوم، يعمل دايريا الاسموتيك دايريا especially if sorbitol is present in liquid drug preparation، secretory distension bloating cramping formula choice rate of administrations intolerance of nutrients components maldigestion malabsorption nausea and vomiting. يبقى كلها مشاكل يا اما امساكي اسهال يا اما في ان هو يتاخر تفريغ الامعاء نتيجه الاكل بيبقى موجود، وعشان كده احنا بنقول لو انا اديت لاي حد اكل طريقه البولس بالذات قبل ما اديله الجرعه الثانيه او الوجبه الثانيه لازم اسحب كده واشوف ممكن يكون ما حصلش ايميتي للاستومك والاكل فضل زي ما هو، لو سحبت ولقيت يبقى انا في الحاله دي لقيته ان هو اكتر من ملي يبقى في الحاله دي انا ما بقدرش ان انا اديله الكميه بتاعتي لما يحصل تصريف. الاوزموتيك دايرية نتيجة برضو اختلاف العناصر جواه، ممكن تركيز العنصر بيعمل دايرية نتيجة ان هو التركيز بتاعها بيبقى اعلى فبضطر ان هو بيسحب الجسم بيسحب المية فبيزود عندي ايه حدوث الدايرية. ايا كان المشاكل او يحصل كرامبات يحصل جازز يحصل الكلام ده كلها دي كلها حاجات متوقع حدوثها او مضاعفات ممكن حدوثها في الجهاز الهضمي. ميتابوليك او تمثيل مشاكل التمثيل الغذائي دراج نوترينتس انتر اكشن، وخصوصا لو انا مش عارف ان انا لو خدت دواء معين مع اكل مع حاجه معينه ما عنديش خلفيه ان في انتر اكشن بين دراجز اند فودز فده ممكن يعمل مشكله. جلوكوز انتولرانس هايبر جليسيميا هايبوجليسيميا دي هايدريشن اوفر هايدريشن
هايبرنيتريميا او الهايبرنيتريميا اللي هي زياده الصوديوم او نقص الصوديوم، هايبركاليميا، هايبوكاليميا بالنسبه للبوتاسيوم زياده او نقص، الهايبرفوسفاتيميا او الهايبوفوسفاتيميا برضو بالنسبه للفوسفور زياده او نقص بتاعه، ميكرونوترينتس ديفيشنسز نوتابلي وخصوصا بالنسبه زي الثيامين، ريفيدنج سندروم. طيب المونيتورنج ذا بيشنت ريسيفنج انترال نيوتريشن، يعني انا دلوقتي ايه اهم الحاجات اللي لازم اعملها وانا بتابع اثناء متابعتي لحالات انا عملت لها انترال نيوتريشن. اول حاجه اسك اباوت ابدومينال ديستنشن اند ديسكومفورت. تاني نقطه كل يوم بعمل كونفيرم للبريبير تيوب بليسمنت اند مينتين هيد اوف بيت 30 ديجري، ان هو راسه حتى تكون مرفوعه على الاقل 30 ايه زاويه بتزاويه 30 درجه. التشينج فيدنج دليفري كونتينر اند تيوبنج ده يومي، ويومي برضو الفلويد انتيك اند اوت بوت، لازم اتابع كميه الفلويد اللي بياخدها الشخص ذات نفسه واليورين اوت بوت او الفلويد اوت بوت عن طريق الايه اليورين. يبقى انا بعملها تشارتس كده او يورين شارت بحيث ان انا اعرف هو بيخرج قد ايه وهو واخد قد ايه اصلا. جاستريك ريزيديوال فوليوم اف ابروبريت. الساين اند سيمتومز اوف ايديما او ديهايدريشن، وده يوميا. ايه هي الساين والسيمتومز بتاع الايديما؟ ان انا بشوف بقى نسبه ايديما في عنده تورم بقى عندي في القدم ولا لا، واشوف الديجري واسال الطبيب عندي هل هو على ان الايديما دي بتبقى ديجري بتبقى درجات مايلد او مودريت او سيفير دي ايديما، او عنده جفاف اصلا نتيجه اليورين عنده زياده وكميه الفلويد بتاعته قليله، يبقى انا عندي مظاهر الجفاف او مظاهر الايه الايديما ارتشاح سواء خارج ايه الجسم. الستول فريكوانسي فوليوم اند كونسيستنسي ديلي، برضو الستول انا بشوف كميته والقوام بتاعه عشان لو عنده كونستيبيشن او عنده مشاكل. الويت اتليست 3 مرات في الاسبوع. نيوتريشنال انتيك ادكواسي ده يوميا. كلينيكال ستيتس والفيزيكال اكزامينيشن. السيروم الكترولايتس بلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين ده برضو ديلي لحد ما يبقى ستيبل، وبعد كده من مره لمرتين في الاسبوع، مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. السيروم جلوكوز والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفورس برضو بعملها له ديلي وبعد كده بعملها له مره في الاسبوع. يبقى انا دلوقتي عشان اتابع النيوتريشنال في حاجات الالكترولايتس والفلويدز والوزن والنيوتريشن انتيك والادكواسي بتاعتها، كذلك بالنسبه للستولز ومتابعه الستولز ذات نفسها من حيث الكميه والقوام بتاع الستول ذات نفسه عشان اعرف ان يكون عنده كونستيبيشن عنده دياريه عنده الكلام ده كلته. كلها حاجات انا لازم اعملها وانا بعمل مونيتورنج بالنسبه للعيان اللي بياخد او عايش على الانتر نيوتريشن عشان لو في عنده اي مشاكل الحقها بدري. وكده انا كده وصلت لنهايه جزء الانترال نيوتريشن في الباب السادس. هنتكلم ان شاء الله في المحاضره الجايه ان شاء الله عن الانترال نيوتريشن احد الروتس اللي احنا بنستخدمها في النيوتريشن سبورت. شكرا.